يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. اخويا في القروان فهمتني ولا عرض مسرحية الدراب، ومش أول مرة ديجا في القروان كما حكيت بكري مع الزملاء بتاعكم. القروان منذ بدايتي من قبل ما نكون في المعهد العالي في المسرح من عام 97 وأنا نعرض في القيروان، معناتها وفخور جدا أني نعرض لهنا. العرض في القروان موش سهل، الناس تفهم فهمتني، عندكم طبقة مثقفة الحقيقة فهمتني، على مستوى الإخراج وعلى مستوى التمثيل وعلى مستوى النقد المسرحي فهمتني كبيرة برشا فهمتني. إن شاء الله يا أخوي يكونوا في مستوى الانتظار، ومؤكد لك اللي كونوا حتى بعد آلاف العروض بالنسبة للممثل اللي يحس بالمسؤولية، أنا نحس بالمسؤولية أكثر من 1000 عرض ولا 2000 عرض، ديما تقعد تحافظ على نفس التراك لأنه التراك هو المسؤولية. نحاول اليوم باش نضحكوا الناس غاية أساسية، لأن فن الضحك ماهوش سهل، ماهوش سهل بكل، وخاصة كما قلت لك الناس مضغوطة عليها برشا ضغط بتاع رمضان ومصاريف وكذا. إن شاء الله يكون مستوى إن شاء الله. المسرحية بتاع الدراب، وأنا باش نعطيك جملة العرض، يقول مديت لكم دراب وطروف طروف لموه في كل الظروف، لأنه الدراب هذايا رغم اختلافاتنا على مستوى اللهجة، رغم اختلافاتنا حتى على مستوى الانتماءات والاعتقادات وكذا في تونس، هذا يعتبر من الثراء، ولكن ما يلزمش يفرتنا ويشتتنا. الدراب واليوم المسرحية هي دعوة للوحدة، دعوة للاختلاف والوحدة في نفس الوقت. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام.